مساء الخير. هلا جيدي من احلى جلسه الليله رح تكون وصلتوا اذا بدكم احلى جلسه وصلتوا لليله لان رح تكون حلقه رائعه مع ضيوفي اللي موجودين معنا الليله. الليله رح يكون في هيك امبلي فنيه امبلي بس فنيه عم تنفجر باحلى جلسه. رح بلش احنا وياكم ضيوفي اللي موجودين معنا الليله. ضيف رائع يلي بيجمع الكلمه يلي بيجمع اللحن يلي بيجمع الصوت يلي بيجمع الاداء يلي بيجمع الاخلاص بالفن يلي عم بيقدمه. بتعرفوا الاخلاص اللي عم بيعمله لما يقدم اعمال لغيره من لحن او من كلام؟ يعني ببدل ناس على حاله لانه بحب الفن ولانه صادق ولانه مخلص. اليوم رح يكون عم بيضوي احلى جلسه ورح يكون عم بيفجر اغنيه رائعه باحلى جلسه بس باحلى جلسه عبر شاشه الـ LBCI الفنان الرائع اللي بنحبه كثير زياد برجي. امبلي من نوع اخر بس امبلي عم نحكي بعالم الطبخ الحالي يلي عملها بعالم الطبخ ان كان بالمصداقيه يلي عنده اياها ان كان بطلته عند كل الناس يلي بيحكي معهم بالطريقه عن الطبخ بيعطي من قلبه بيحط من قلبه الكاريزما اللي عنده اياها الكتب يلي بيعملها يلي بتنقطع بيرجع بيعمل عن جديد غيره لانه كل بدهم اياه بده يكون معه. نحن ناطرين ونحن بنحب انه يكون باحلى جلسه على طول مزين احلى جلسه بطلته الليله شيف انطوان. مساء الخير مساء النور. رجع لعندك على السريع هلا بتكون بعد شوي. كمان رح نكون احنا وياكم الضيوف اللي موجودين معنا اذا وقفت على المسرح او على التلفزيون عم تقدم برنامج بتطلع بتوقف اذا وقفت من دون ما تحكي هي بتحكي بطريقتها بحضورها المميز بالجمال يلي موجود فيها راقية بكل شيء بتعمله. الليلة موجودة معنا كمان مبسوطين انه تكون على طول موجودة باحلى جلسة الرائعة الجميلة رين سبتي. فستان كثير حلو لبسته اليوم هيدي من المخرج يعني هيدي انا قلت لك مش انبلي المهم لا مش انابل عندي لا, لا انت انبلي بحد ذاتك مش فني ايه انت انبلت الورود صاروخ كمان من الضيوف اللي بيكونوا موجودين معنا باحلى جلسه ويلي بننطرهم انا بعترف انه بننطرهم لانه شخص بالموهبه اللي عنده اياها بالطريقه يلي بيطلع فيها على المسرح من اهم الناس يلي قلدوا بلبنان من اهم الناس الكوميديانز يلي موجودين بلبنان. اليوم موجود حد الشيف انطوان موجود معنا بالحلقه موجود لحتى يغني الحلقه لحتى نكون عم نضحك ويزرع الفرح بهالحلقه موهبة كبيرة كتير كتير بلبنان كتير بفتخر فيه كتير بعتز فيه اسمه إيلين راعي. مقلد وممثل و اليوم بتكون الحلقة بتكون والعين على الآخر. عادة الصبح لما تحضروا شاشة LBCI أو أي برنامج بتوعه الصبح بيكون الواحد بيكون يمكن بمزاج منه كتير رايق بس هي المزاج يلي بتحطه على طول اسم على مسمى لما تكونوا بلابوتيك بلانش يعني هذا اللون الأبيض هذا اللي بتحكي بكل صدق وبكل محبة وبلانش وهي موهبة كمان رائعة على التلفزيون لما تحكي ما فيك إلا الصبح تسمعها كيف إذا عشية كيف إذا المساء موجودة معنا ببرنامج أحلى جلسة ما بقي حدا بلبنان إلا ما حكيني بلانش معك بلانش معك بعد في يمكن الرئيس أوباما ما حكيني بالموضوع قد ما بيحبوها. ليلى موجودة معنا بضحكتها يلي بتطلع الصبح والمساء بلانش حداد زقفة كبيرة إلها. جميل موجود معنا حتى تكمل معنا كمان صبية جميلة كتير وحلوة قدرت كمان بمقدرة أنه تفوز بلقب اسمه مس جراند لبنان اليوم بكل جمال وأناقة موجودة معنا زقفة كتير كبيرة ل 2014 زقفة كتير كبيرة لإليان كردي. الموسيقى اللي رح تنافي اليوم الرائع والمبدع والموسيقي والفنان زياد برجي هن كمان ناس فنانين موجودين معنا ومنفتخر فيهم بالكونسرفاتوار وبسقفتهم الفنية فرقة الموسيقية مع دافيد بوعتمي. بتعرفوا رح نبلش احنا وياكم السيلفي اللي بنعرضها بكل حلقة هيدي السيلفي اللي بتحكي عن موضوع معين سيلفي الليلة فيها رسالة فيديو اللي نحن عم نعملها بلشنا فيها بأحلى جلسة رح نشوف مع مين وبنرجع بنحكي على الموضوع. على دلعونا وعلى دلعونا بي بي الغرب الوطن حنونا يا جيش بلادي نقدم شهادة لعيونك قلبي روحي وولادي انت الكرامة وانت السيادة وعزاك مكلل كل المسكونة يلا قريب قريب سلفي والبيوم خلفي. متى جيت من بلجيكا انت؟ اسي اجر دواتي ابني مون بس شو يعني هاي؟ ايه انترموان شو انترموان؟ يعني انترموان تقدرني. شو جايبي معك من بلجيكا؟ جايبتكم معي ايشانتيون رئيس جمهورية على شوكولاتة. اه اوكي بيتفقوا عليه.
شوكولاتة حلوة أو مر؟ براليني. بلجيكا منيحة كل شيء لهم كهرباء خضار وكهرباء 24 على 24 ومي كافت واستشفى ببليش مدارس ببليش وضمان شيخوخة لو شاف الخطيرة بيمسكوا ايدهم بعضهم وبيتناغشوا مش ناكلي عروها المشحر اسمعين منضل نجمع حق الدوي ونتناقر بالاخر بيطلع معنا ضغط. امتعان شو بدنا نعمل؟ ما نبقى بهالبلد اكيد بدنا نبقى بهالبلد ما منفل قلبنا مزروع بهالبلد أكيد. كل الناس بترجع نقرر دمني مجبال بهالبلد نرجع نفتح صفحة جديدة أكيد وطول ما في شباب بهالوطن. كل ما في شباب مثلك وفي عنا جيش مثل جيشني هيد هالبلد مش رح يموت هالبلد باقي يا توني الله راك ويها أني وتوني أحلى اثنين ويها وأحلى جلسة وضيوفني على الميلان ويها ولكل المتشاهدين إلكن مني سلفة وباستان. قبل ما ياخذ رأي الضيوف اللي موجودين معنا بس بدي اقول تحيه وسلام لانساني رائع وقفت على المسرح وعطيت كتير للمسرح ان كان مع بقيه الممثلين او الرساله اللي كان عندها اياها امطعان بس هي ميراي بانوسيان هالفنانه اللي بتاخذ العقل يلي عطيت جهد كتير كبير ليقدر المسرح والتمثيل بلبنان مثل كتير من الممثلين انه يبقى المسرح واقف على الجاي. ميراي بانوسيان اضطرت انه تسافر هي وزوجها لحتى يكونوا عم بيشتغلوا ببلجيكا. الهدف اليوم والرسالة من هالسيلفي اللي شفناه انه منفكر فيهم على طول منفكر انه يرجعوا ان كان بالفن او كنتوا غير فنانين عم تسمعونا بكل العالم سمعتوا انه قلبنا مزروع هون نتمنى انه يوم الايام كلكم ترجعوا بس الفنانين بحاجة لهم كتير مثل ميراي بانوسيان امطعان اشتقنا لك منحبك وان شاء الله نرجع نشوفك على المسرح وكتير من الناس ناطرينك زقفة كتير كبيرة لك وشكرا وتقدير لهالفنانة الرائعة. زياد هيدي بس الرسالة انه انت بتسافر كتير وبتعرف منحب انه يرجعوا يعني بتزعل اضطروا انه يسافروا لبرا مش عم نشوفها بالمسرح لميراي او لغير ميراي بانوسيان شي بزعل ومفروض نقدر نكون مكتفيين بكتير جوانب عنا بالبلد اذا هالمواهب هيدي بتضل موجودة فيه بس ما بعرف ليش حاطين نقرهم من نقر المواهب عنا كأنه في هدف معين انه هالمواهب تطفش او تعلق بزاوية معينة ما تعرف تطلع منها محلولة وعندك هون تبلش محلولة وعندك هون لانه هون ايجابية ايجابية احلى جلسة وبوزيتيف عم شفت للبي سي اي. شيف انطوان شو رأيك اذا نحنا كان عندنا رئيس على شوكولا ليش لا اول شيء الشوكولا طيب ومر وبيعطي السعادة للراس بالقليلة لانه مر مر بس يكون مر بيعطي كثير نكهة طيبة طيب هذا كان بدك تخيل رئيس مرمر ايه. ما بيسوى هذا الحامض اذا تقلع على النار بمرمر بس بيعطينا كطيبة بيعطينا كطيبة كثير اثنين عم يشارك اثنين رح شايف انطوان والضيوف اللي موجودين معنا والجمال والفن والتقليد والغنى رح نكون احنا وياكم بحلقه رائعه اليوم هلا بل قلعت مع الي الراعي ومع كل الموجودين ومع زياد بعد شوي رح نكون باغاني والفرق الموسيقيه بحلقه مميزه بالفعل من احلى جلسه بعد البريك خليكم معنا. مشاهدين احلى جلسة مع ضيوف يلي موجودين معنا عم تولع شوي شوي حلقة احلى جلسة الليلة رح تشوفوا حلقة فيها مسكو عنبر اهم شيء كل كلمة يكون فيها ري عنبرة شو رأيك بالبراد براد مدام اوعى الدور البراد الا اشتراك الموتير وفري كهرباء بس بدي يكون 10 شيف خمسة بدي طاق بده يزعل على الدرجة دوره لأنه إذا تك الديجونتير على 5 أمبير بصير طالعين نازلين على الدرج تاخد 10 إلي راح عم بلش أنا وياك هذه الفقرة اللي بنحكي فيها على طول عن الموسيقى من خلال هيك المقطوعة الموسيقية بنروح على الخبرية مع ضيوفنا اللي موجودين معنا دافيد عمول مارو طالع لجدك منزوح انتظر راسك تروح يا ريت قلت له ممنوع ليه ما كانت هالخلقة
التغيير الراعي هذه شو؟ هلا هي الغنية طالع على جدك منزوع، الله يرحم أجدادي، كانوا اثنيناتهم كتير أوادم يعني. هيدي خبرية، كنت صغير يعني، كان عمري بالأونزيام شي ست سنين، كنت كتير حب بنت الجيران، كتير مغرم فيها، كانت شقرة مثل اللعبة، كانت كتير حلوة. هلا أنا كيف بدي أتقرب منها بأي طريقة هيك لنلعب بيت بيوت؟ جيب أقول لها تعي نلعب أنا وياكي لعبة النمر والغزال، دائما النمر بتعرف بروح على الغزال، جيب لها بومبو، تحب البومبو هي، جيبها أنا في بالبناية عندنا أوضة الكهرباء، حد هيك في فسحة هيك قفوا شوي، جيب أنا أقعد ألعب أنا وياها، شلحة تيابا هيك، صغار أولاد صغار إيه، شلحة تيابا والله نمر والغزال، وإنه قاعد عم بكلها أنا. هلا مرة علقت أنا وياها، ضربتني، رجعت ضربتها، راحت باكي عند أمها، قالت لي بفرجيك عند أمي. عشية قاعد أنا وأهلي هيك بسمع في دعسة على الدرج، طق طق طق، قلت أنا حسيت في شيء، حسيت بالسخن، قلت أنا زموت يا صابع أوضة النوم، بدق الباب، بفوتوا أهلها، أهلها هيك عبقين مسودين كذا، أمي بتقول لهم إنه فوتوا، قالت لا لا يا جارة بدي أحكيكي كلمتين وبس، قلت لها شو في خير؟ قالت لها عندك إلي ابنك هذا صغير عم بيتحرش لي ببنتي، قلت لها أمي إنه كيف عم بيتحرش؟ قلت لها إيه عم بيتحرش، قلت لها أمي بكونوا إنه أولاد وكذا، قالت لها أي أولاد؟ قاعد مشلحة وقاعد عم بعضها، قلت لها كيف؟ بعيط لي بيي، أنا بعيط بيي، بيجي بيي، أنا شفت أهلها صرت أصفر أخضر خيال صرت. قال لي بيي شو كنت عم تعمل أنت وما راح أسميها أكيد على الهواء. قلت له قال لي شو خبرني؟ قلت له ما 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 عم بلعب أنا وياها النمر والغزال. قال لي إيه وشو شو عملت؟ قلت له ما شيء غرمشتني ضربت. قال لي وقبل تغرمه شو عملت شيء؟ أهلي دائما يعني ما بيحكموا تيسمعوا الأقوال يعني. قال لي شلحت شيء تيابا؟ قلت له هيك شوي نتفي البنطلون يعني والبلوزة. قال لي لقطني بدينتي برملي اياها. قال لي فوت هلا يا نمر على الاوضه فوت. قعدوا اهلي يعتذروا من الجماعه، فت اكلت قتلي ليلتها، بعدها لهلا طعمه القتلي تحت دراسي ما بنساها. قال لي بتعمل نمر على اولاد الجيران وعلى البنات كمان؟ طعمه الغزال لا لا الغزال هلا غزال كبير صار زرافه صار هيك. هلا انا بنتبه منه صار ليه عم تلعبها بعدك اللعبه ولا لا؟ على انت شعرة لعبة على كبر بتغير عن صغر. رن نسمع غنية. زمان الماضي عمر الشام يا مدرستي، بعيونك انا موجود ومولع بمعلم. يا زمان يا زمان يا زمان الماضي عمر. رن طلع معه لحن على هاي البوم. يا ريت بغني. شو رن مستعدة؟ غني؟ ايه لا بتمنى اذا هو بيلحنني بس لا بس لا اوكي. حلو هيدي ما عرفت بس اوكي بتمنى بس لا انه لو صوته حلو بتمنى بس لو لا لو بغير ظروف غير دنيا غير مرة. رين هيدي شو الخبرية؟ يا زمان الماضي عود ترجعك لوين؟ لمدرستك؟ أول يوم مدرسة. حدا بتذكر منكم أول يوم مدرسة؟ أنا بتذكر. تتذكر؟ أنت كمان؟ أنا أصغر واحدة بالبيت ودايما أخواتي بيروحوا على المدرسة وببقى لحالي، فبنطرهم تا يرجعوا بسألهم شو المدرسة، بخبروني أنه ألعاب ومراجيح وزحليطات ومنلون وأغاني، فصرت ناطرة بدي هيدا النهار اللي يجي انه روح على المدرسة. اجا هيدا نهار المنتظر ورحت على المدرسة، وصلت لقيت كل الاولاد عم يبكوا، طلعت هيك عم مش هيدا وين العاب وين انه ليه هيك، انه شفت الواقع غير كليا يعني، الكل عم يبكي هيك وانا جاي مبسوطة انه يلا بدنا نلعب. قلت شو بهم اللي عم يبكوا؟ رجعت طلعت هيك قلت انا مش زابطة معهم كتير كمان، لازم نسيرهم ونبكي. فقمت عملت هيك صرت شد لأبكي ورجع أعمل هيك شد لأبكي مش عم ينزل مبسوطة ما بدي أبكي ما بكي بس ما تعيم على لا أكتر بس ما في وقت بدنا نسمع صوتك. شين ضل هيك الحلقة مش تعين لك طاني بصير تبكي لبقت لك هالدعم منيحة أنا كنت عم شوفها كتير غير شكل فعلا لبقت لك بس هي ما بتزبط اذا بده يطبخ شي طبخه يطبخ ليش ما بيطبخ بيوقع شي شعر مع الشوكولا منيحه مع الشوكولا بيلعب عني بيلحوسهم هيك بيطلعوا طيبين بيلحوسهم للشوكولا بلانش زقفي زقفي يا شباب
شفت قد ايه عم بزقفوا بقوه؟ نفس الزقفه، عم بعمل مقابله مع الدكتور، هلا هو بيطلع معي دائما بالحلقه، هيدي من 6 سنين كانت اول حبله. بقعد عم بعمل معه مقابله، هو تعود ياخذ اتصال، صار هو منه لحاله الدكتور، قالوا تفضلي تسالوا السؤال ويجاوب. هون انا غفيت، يعني عم يحكي الزلمه، عم يحكي الدكتور مع المتصل، وانا قلت حبله بدي غطى يعني. غفيت يعني، مش وهو عم ياخذ اتصالات وانا طارقه نومي. هلا وسائل الاتصال بالمؤسسه اللي كنت فيها ما كثير متطوره، بقى شاف دو بلاتو بده يوعيني، صار يزعق قفله بسست على الهواء، وانا شو هالحلم يعني الغريب عجيب، وعيت لقيت حالي على الهواء. طبعا بنكمل وبناخذ اتصال ثاني، تفضل دكتور. ولا انتبهت، ترقت نومي بالحبل يعني، كل ما بوقف بجنيبه كانت ترقت نومي. زقفي يا شباب لك، حلوه زقفه لك، هتضل واعي باحلى جلسه. اليان شو فيها هيدي اليان؟ فيها شيء غريب هيدي القصه. هيدي كان عمري شيء 15 سنه، نازله على الطريق انا والماما ماشيين يعني، بدنا ننزل على السوق، مشينا اول شوي وختيار لحقنا. هلا ما اخذت وعطيت انا، بينطر صار السير وراه مليان، واقف بنص الطريق ونزل. يقبرنا البطن اللي حملك على مدى صوت قدام العالم كله، انا صرت يا عم طلع يا شايب يا حبيبي، انا عينه وراسي خلص. لا 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 لا, لا مش الك مش الك، انت حلوه ايه بس هيدا لامك. طلعت الخبريه ولا لنا لالي لامك. بس قلتي شايبه شيء، شو بها شيء؟ لا هي حلوه. اه حلوه، لا حلوه، ايه هاي شو شاف بها شيء؟ شايبه بتجنن منيحه، شايبه هايبه، شايبه هايبه، هايبه بتعرف الوقار والاحترام. وقار مش شوكولا مر. اكثر شيء الي بذكرني بس يجيني اتصال، صار بخمن حالي انه انا الي كون عم جاوب. طيب شايف مش معقول نسمعهم كله موسيقى، لا انت بدنا نسمعك هالغنية. يلا خليني شوفك بالليل، ليلي بعد مبروكي، مش عيب القلب الليل، ليلي بيستر عيوبي، خليني شوفك بالليل. شايف انطوان؟ لا كثير هيك هلا، خليني بالليل، شو خليني اشوفك بالليل، هو اهم شيء الليل. حلو حلو الملقى بالليل اكيد يعني، لحتى لو واحد قد ما يكون تعبان بيجي بالليل بس يقعد شوي مع حاله بيرتاح. اه مع حاله، مع حاله. ايه مع حاله، سيلف سيرفيس، سيلف سيرفيس. طيب بس قعد مع حالك شو؟ لا هي خبريه عندي، شاب صاحبي توفت سخته، توفت سته. نعم. قال لي بدي اروح انا وياك بكره، مطلعها من المستشفى وثلاث اربع سيارات معنا. التقينا عند المستشفى وطلعنا سوا، طلعنا موكب ورا سياره دفن الموتى. هلا على الطريق هو عم بيخبرني انه السياره عندهم بالضيعه كانت بالكراج وعم يعملوا لها حداد يوبويا. تاري اللي بالكراج بده يسمعوا اغاني، يشيلوا شريط تبع التراتيل الدينيه. شريط اكيد الكاسات يعني، كانت بعدها على القديم، فيش السي دي، الشريط اللي بسموه الكاسات، شريط بعد. شريط مش اللي بيربطوا فيه الغسيل، شريط مش المنشر. خليني اشوفك بالليل. المهم صرنا اول الضيعه نحن، هلا تاري شو الشباب كانوا بيعملوا حداد وبويا، شايلين هذاك الشريط وحاطين شريط الغسيل، اغاني تبع الغسيل من جميع الالوان، منيحه هيك جميع الالوان. المهم حضرنا حالنا قبل هالضيعه ومشينا اربع خمس سيارات ورا سياره دفن الموتى ومشين، وكانت الدنيا شوي سقعه، ما في مش عم تشتي بس سقعه، على اساس الناس نحن مسكرين الشبابيك. من شوي لقينا موتوسيكل تبع البلديه راكد قدامنا ويوقفوا عاطينا الله. نزلنا شو في، شو عاملين شو عاملين؟ انا شو في؟ قال عم تغنوا خليني اشوفك بالليل على صوت عالي والناس تطرح تراتيل الدينيه.
شو قامت رجعت قامت يمكن صح ايه هيك لا يا بس ما جبناهاش لعند الراعي سلم علي طعميه شوكولا كانت بساعتها وقعت اكثر يا من طعميه حلو شوكولا حلو يا شوكولا مر لا مر اطيب اذا مر اطيب بشلفت بشلفت انا بدي اعمل له شوكولا على حر على حر حط له فيها حريص زياد رح نسمع انا وياك بعض الاغاني عم نقول بعض الاغاني لانه في اغاني كثير برجع بقول يلي ذكرته ببدايه الحلقه كمان زياد برجي يلي مش بس بيعطي في الواحد الانسان يعطي لحاله يكون كل شيء بالنسبه له ان كان اغاني او لحن او كل شيء بحبه يكون له بس هو عم يعطي الفنانين الاغاني يلي فيها تكون احلى من يمكن اوقات يلي بيعملها له هيدي بالنسبه له نابعه من الحب ومن هالاصول اللي عندك اياها بتحب الغير وبتحب هالفن او اللحن يطلع للغير اول اغنيه هلا رح اسمعها منك لمين من الاغاني الحلوه اللي عملتها اول شيء بدي اغني اغنيه نانسي يا غالي علي حلو انت بتحبها وانا كثير مميزه عندي هالغنيه ورين بتحبها مزبوط بلشت انا عندي اول شيء انا بحبها كثير من الاغاني الرائعه لنانسي وطريقتها الحلوه لنانسي عجرم وهيك الرائعه والراقي والاحساس اللي عندها اياها هي من كلمات احمد ماضي طبعا توزيع هادي شراره وهي الاغنيه عن جد عملت حالي هيك بفتخر اني انا اشتغلت فيها في احساس كثير فيها كل شيء رغم انت مش سمعتي لزياد عم بيغنيها صح رح يغنيها هلا دافيد والفرقه الموسيقيه بنرجع كمان من بعدها ننتقل على اغاني ثانيه طبعا اوكي فيني اطلع فيها انا وغني معي نسرد فيها انا سنجل هلا بحق اني اطلع ما هو المدير انا ما بخطر عبال ليش بعدك ببالي بسأل عن أحوالي وعم حبك لحالي ما بخطر عبالي ليش بعدك ببالي بسأل عن أحوالك وعم حبك لحالي ولحالي ما فيك اتحمل قسيك يا غالي علي يا غالي علي صدقني حبيبي اشتقت لك حكيني رجع لي يا حبيبي ما بخطر عبالك ليش ساكن ببالي اسأل عن أحوالك وعم حبك لحالي علي يا غالي علي زياد برجي شكرا لك لاحساسك وكمان مره سلام وتحيه للرائعه نانسي عجرم طبعا اغنيه ثانيه كمان بنسمعها منك لفنانين بنحبهم طبعا عم تعطيهم كمان كل احساسك وكل هالمجهود والاخلاص عم بتشرف اني اقدر شارك يعني
نجوم بنجاحهم لو على الخفيف يعني. مين تاني غنية لمين؟ بصراحة غنية عملت حالي هي من كلمات أحمد ماضي طبعا، توزيع ناصر الأسعد وألحاني حبيبة قلبي إليسا. إليسا سلامتي كبير لإلك مع كل محبتي لإلك من أحلى جلسة، مع كل محبتي لإلك من نجاح من إحساس من صدق عندك إليسا، بنحبك كثير من أحلى جلسة مع الفرقة الموسيقية وكل إحساسك اللي أعطيتيه وأغانيك اللي انطلقوا لآخر الدنيا. طبعا زياد برجي رح يغني. بحب زيد شيء توني عم تقوله عن إليسا، الناس عن جد بتجهله. إليسا من الأشخاص اللي كثير نادرين مش قليل بلبنان خاصة بالوطن العربي، اللي بتلاقي وقت بتبلش تشتغل ألبوم بتحس في معسكر عم بيتم، جروب كثير بيفهم بالموسيقى محاطة فيه إليسا. بتقعد مع إليسا بتحس انه الموسيقى لها معنى ولها طعمه ولها قيمه. وانا ثلاث اشهر اللي اشتغلنا فيهم رص ونقعد دائما باستوديو ناصر الاسعد ونشارك، شفت إليسا بعد اكبر بكثير من جوا من ما هي واصله، وان شاء الله اللي هي جاي. ما هو النجاح مش صدفه، هو النجاح مش صدفه طبعا، مش صدفه ابدا. عشان عندك كل هالشغف إليسا. اغنيه كمان لإليسا. وانا بحبك كثير على فكره. إليسا وينها؟ هون؟ هون. يا مرايتي من كم سنة لليوم قديش تغيري يا مرايتي من كم سنة لليوم أنا كم مرة خسرت يا مرايتي ياللي بتعرفي حكايتي انت بتعرفي شو شفت وبتعرفي من شو خفت كم مرة بوجهك وقفت وقلتلك ايدي انهارت يا مرايتي ياللي بتعرفي مقهورة من غدر البشر تعباني قاتل الضجر في جروح عم تترك أسد ترسم طريق انهارت يا مرايتي من كم سنة لليوم قديش تغيرت يا مرايتي من كم سنة لليوم أنا كم مرة خسرت. شكرا. برافو. أغاني كمان بدنا نسمع طبعاً. منك أغنية ثالثة، معلش طمعانين طمعانين بصوتك وبإحساسك الرائع وبلحنك. بدي أقول مبروك للسوبر ستار رغب علامة، وبتشرف إني تعاونت معه وبشكره على ذوقه، مع احترامي لكل اللي اشتغلوا معه بالألبوم. إنه أغنية نفوت فيها استوديو مؤخرا هي حبيب ضحكاتي، كلمات أحمد ماضي وتوزيع ناصر الأسعد وألحاني بكل فخر. سلام لقلهم كمان شباب اللي عم تسميهم. تحية جدا كبيرة. وسلام للسوبر ستار رغب علامة، للإنسان الرائع، للموهبة والإنسان والنجاح وابن العيلة طبعا من البيت والزكا. وأنا أول عمل بتعامل فيه معه وكنت مبسوط مجرد أنه يغني لي، فجأة بلاقي أنه عنوان ألبومه الجديد حمل عنوان حبيب ضحكاتي. ما تتخيل هذا الجست قدي أنا بقدره، بعتذر منه اللي ما كنت على التوقيع وبقول له ألف مبروك ورح اجي لعندك اول ما ينزلوا مره ثانيه بني الدنيا لتعلي لي اياهم. لانه قال له وين زياد؟ قالوا له نازلين بني الدنيا، قال لهم كان يجي انا بعلي له اياهم. فانا بحبك كثير استاذ راغب وبهنيك على شبابك الدائم، وان شاء الله بننعدي منك حبيب ضحكات. نغني له حبيب ضحكات. بلا دراما. وانت حبيب ضحكاتي وانت حبيب دمعاتي وانت رفيق حكاياتي انت بحياتي كل شي معك بيحلى مشواري ومعك بتشرق افكاري
بحكي لك الأسرار ما تخبي عنك ولا شي ولما بتغمرني برتاح الهم بحسه عني راح كل ما بشوفك أو بحكي بقلك خدني معك لبعيد معك بحس الدنيا عين تضحك وتأمل فيه. إذا أهلا وياكم المشاهدين لأحلى جلسة مع ضيوفي اللي موجودين بس في ضيفين هني أساس بحلة أحلى جلسة مش موجودين معنا هلا لأنه ناطرين الوصفة مش معقول يكون في الشيف أنطوان وإلين راعي وما يكون في وصفة بالنسبة لنا بحلة أحلى جلسة. وصفة الليلة شو راح تكون لحتى أنتو كمان كل الستات وكل ببيوتهم ياخذوا هذه الوصفة. الشيف أنطوان شو محضرنا الليلة؟ معنا الشيف ما يوازي الشيف الله يخليك يا شيف أنطوان بوجودك نحن كلنا إيه صغار بالشفيق لا لا البركة انت اسلم الله يخليك حيل البركة كلها ما كتلنا الكورنفلا ولا يطلعوا كله البيكن باودر البيكن باودر البيكن باودر كميتنا يلي هي كب كيك أول شيء رح نقلكم الليلة طبقنا هو دوسير مش طبق ميلي ايه طبق حلو طبق حلو وحطينا كاكاو كمان جبنا الكاكاو هاني كاكاو الشغل بلجيكا هيدا الشغل بلجيكا بلجيكا نتفة سكر ناعم لا هيدا خشن برش حامض وكمية كبيرة من السكر كمان هيدي ما تفكريها شمبانيا لا هيدا زيت نباتي وهيدا هيدا حامض معصور على طريقة شيف أنطوانية بالعصر ايه. اليدوية بالعصر اليدوية أخيرا هيدا بحبوا الستات هودي أربع بيضات بس وحدي مروصي بس وحدي مروصي مدام تعرفي البيض هو أساسي بأي دوسير ببيتك وأكيد جبنا معنا الخلاط اليدوي تتوفري كهرباء يعني ما تخلطين بالموجي ميكس أو الماليناكس تصرفي كهرباء أو بدايكي دعكي على الإيد هلأ فيكي تغسلي إيديكي مليح قبل ما تبلشي وفيكي تلبسي هالإفزات لوين أفزوا؟ ما بعرف بالليل بأفزوا بالنهار بأفزوا أو مثل الوطويت مثل الوطويت ايه شيف أنطوان هاي ما عرفنا هونيك الكاكاو لشو هودي الكاكاو هيدي محل الشوكولا أيوة المريا اللي يستعمله مشان ما يستلمني هيدي محل الشوكولا لأنه إذا رحتي على السوبر ماركت بيجيبي لها شوكولا بيترقوك بسعره 8000 ليرة جيبي نتفة كاكاو خلصت أوفر 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 وفري لازم تجيبي الإفازات يكونوا واسعين انخزق بإيدي ويكون جنسهم منيح يكون جنسهم منيح بس ما يترقوك بسعره سعرهم يلا منبلش شيف بلش يلا هلا شي هلا شو لا شغلي بلشت بالبيض تحب البيض هاتك أنت بتحب البيض أنا سألت مسكته يلا رح نبلش بالزيت بالزيت على الزيت بزحت البيض على الزيت بزحت شو شو هات هات تبلش بالدوسير الزعرني لا ايه لا بزق زق زق ايه بس بزيادة ما بكفوا بكفوا بزق هلا صار يعمل سكي مش بس تصحيح جاي من فرايا جديد من فرايا ايه بس ما تلجت بعد يعني لا بعد ما تحير هلا شو برش حامض برش حامض انت شفت عرف هلا برش حامض هيدا ما تكتري منه هلا بالشتي بيكون غالي الحامض للزيني ما تكتري ما تبعزي لا بتمرمر اذا كتريت بتمرمر هلا بالشتي بالعكس رخيص يعني الحامض يعني صارت تزحت وتمرمر بتمرمر بعد وهذا شو؟ بيكنج باودر او فانيليا شو؟ هي فانيليا او بيكنج باودر لا بيكنج باودر بيكنج باودر يلا بتبلشي تبعزي هي اذا كتريت منه بفور اكثر بيطلع لبرا بصير مفعول البيض زيادة هلا البيكنج باودر كان بقول الشيف أنطوان ما بيسوى تكتري منه لأنه بفور بإب بفور بإب هيدا بعد ما حطينا البيضات ايه
ابو كتا يلا تدعكيهم مليح بهالطريقة. يلا تدعكي بتحطي نتفة سكر من المعروف حط لي نتفة شاف بس نتفة نتفة صغيرة ايه لانه اذا جوزك عنده سكري ما بيسوى تكتبينه صار يكفونا ايه تطرفيهم هاي تدعكيهم دعك يلا خلص لا ما بيسوى بقى ما بيسوى بزيادة بزيادة هيك وكلو حركيهم وكلو انا ما خاصني بقى خليه يكلو في كوكاو مش عم بيحط بقى سكر هيدي كوكاو لا رح نعمل لهم دايت هالمرة دايت ايه دايت ما مكتر له سكر نكفت كوكاو نكفي لحسي 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 مثل ما عم تشوفي مدام لحسين وتلحيس احلى جلسة اطيب لحسي اطيب لحسي يا الله بعدني بس هلا مع الطحين اللحسي بس بتلزق ايوه يلا هذا طحين هذا طحين مش عادي طحين فرخة 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 يا عمي غلبت العالم العالم متعود علي على المصداقية مصداقية يكون فيها طحين فرخة فرخة تروف لقلك تروف انت حرك لقلك حرك انا حرك يلا حرك له حرك حركي له هذا بيحرك له يلا عدوة عطرية حرك يلا حرك لقلك يلا حرك الخضرة ايدي انا وحرك بك ضلك تحرك كبر زندي انا وحرك هذا بدنا نضيف البايت شاف انطوان شاف انطوان لحظة هي معنا اتصال على الهواء ايه الو مساء الخير الو مدام الو وسهلا من معنا الو الو مدام مساء الخير الو الو مساء النور عم تسمعوني ايه نعم بس شوي كأنه عم بقطش الخط عم بقطش ايه بدك تمسكي بايدك معلي صدر وبطن ايه الو شاف انطوان معي نعم ما يوازي الشيف ما يوازي الشيف مين معنا مين معنا على الهواء معك مدام فرافيري اهلا وسهلا مدام فرافيري اهلا وسهلا شو عبالك نعلمك لليلي بليز بليز شيف انا يعني كل يوم بكون بدي يعني روسات معينه بس تعرف بين جوزي وبين الاولاد وبين الكنيس ليه ما بتبعتي لي واتساب بعتي لي واتساب إذا بعتي لي واتساب بتشوف الروسات قبت بوجهك قبت يلا حط حط أنا, حط أنا يا شيف بقول بركي أنت حاطت قفازات وما فيك ترد علي إيه معك أنا معك حكيني إيه شيف يا عيونه أنطوان حبيبتي هلا وسهلا فيكي بخاطرك كله بخاطرك شو عبالك نعلمك بدي تعلمني كبة اللقطيني اللقطيني هيدي خير بالستات اللقطيني خربتهم خرب بدك اياها مد علمك المد ولا الكبة اللقطيني قراص قرص يعني بحس يمكن الاثنين بيكون احسن اثنين لا انت بدك تفضلي شيء على شيء في عندك قراص من ثلاث احجام صغير وسط وكبير خلينا على راس خليك على راس اطيب هلا فيكي تعملي كبة قراص حجم وسط بس بدك تكوزيها باصبعك هيدا مش التالت هيدا بهالطريقة بدك تحط له زيت ليصحت معها ما بيسوى ولا زيت بتدعكيها مليح بايدك اللقطين تكوني سلقتيها ومقطعتيها وبتلتي اصبعك بالزيت وبتصير تفختي هالقروصة الصغيرة بايدي هلا اخر شيء اذا مدام عبالك تعملي هالقرص مبلطح بهالطريقة مش كوز بعلمك على طريقة كتير حلوة اوعك تشتري قالب من السوبر ماركت حقه 6000 ليرة بتلقوكي بسعر وانت تبسي هون تحباطة الشيف انطوان بعلمك طريقة ليطلع معك هالقرص مدور هيك بتجيب الكب كوبي بتحطيها هون بتطرقيها وبيطلع معك كبي راس وغسلي هلا هوني هلا صار لحظة دور البيض دور البيض انت يلا. ميت لتوصل على البيضة اكيد يلا البيضة الى طريقة لتتقسيها نتفي نتفي تدعكي تدعكي حركي وحركي وحركي اهم شيء الصفار تلعي للصفار تلعبيه تلعبيه ايه لعبيه يلعب لانه اذا ما لعب ما اذا ما بياخد حجمه ما بياخد حجمه لانه يا اخي شو بدك تحطيه على النار يرفع ليقب ايه ليقب تبي لك كلمة الاب ايه خلي يقب لقال لك يقب هاودي صار خلصنا وشايف انطوان شو بيصير هلا كيف بتصير هلا دغري لانه هون كتير حلقتنا حامية بيقبوا اب بفوروا فوران فوران بيقبوا اب بيطلعوا هيك طلعوا هيك الا عنوا للمدام كيف صاروا مدام هالمزيج هيدا اللي خلطني كله طلع كب شوكولاتة هلا عوجه عوجه
حطينا حبوب من الشوكولا صغار هاودي ما تكتري منهم هاودي غاليين بس الزيني هاودي يعني هاودي كتار هاودي كتار هون مكترين وبيقول لك الشيف أنطوان صحتين من الألبسي أي من أحلى جلسة من أحلى جلسة مرسي للشيف بارود مرسي للشيف أنطوان مرسي طن تفضلوا عم تشيل شو؟ عم نشيل الإفزات تفضل شيف زياد شو رأيك بهالوصفة؟ والله بصراحة عن جد أنا الشيف أنطوان بحبه بحب البراءة اللي بيضحك فيها بحب الطريقة اللي بيتعمل فيها يعني من الماما من أصحاب الناس بعرفهم بيحسوا إنه هيدا الشخص خلص جزء من العائلة وفي علاقة بيناتهم يعني ما بعرف كل النسوان وكتير كتير كتير حلو الجو بيناتهم يا عم شو هالتهلا هيدا رين عم بتقدم رين سبتي عم بتقدم يعني عود لأب وأب شايف شو رأيك بيران بالمثلا الفستان اللي لبسته هيدا اللوك اللي عملته الفستان شو رأيك في هذا الفستان هذا بيقولوا له عش البلبل الرسمي تبعها بس هي أمورة هي أمورة شو خاصها بي ايه بخاصة بحكي عن عش البلبل عش البلبل عش النحل عش النحل غلبك عش النحل بهاللحظة أتمنى يكون نحلة تيفوت بهالعش هو البدل ما يوازي ما يوازي ايه ما يوازي ما بتكون يعني زيت طيبين شغلك هاودي شيف أنطوان شغلك هو يقول لك جبتينا معك عش البلبل هنا أطيب يلا دوق تندوق شو هالروسيت السريعة اوه لا اسرع من هيك لا اسرع رمع عيني بلانش انت شو الاكل يلي اكتر شي بتحبي او بتعرفي تطبخيها هلا انا تلميذ الشيف أنطوان تلميذ ولا شيف أنطوان بتتبع ايه نحنا قعدنا 10 سنين ديكار برنامجي حد بعضنا يعني نسلم بعض الهواء مجندرة متعلمة المجندرة كثير منيح من الشيف أنطوان تطلع كرام كرام طيبة طيبة كتير الطريقة اللي بتعمل فيها ايه بس مرة جربت اعملها شو ما يطلع معي بهار حب المجدرة غير الملح والبهار صرت حط هيك وسكبتون طبعا بصلة مكدوس كبيس شو شاف ملبوس فجل بصلة فجل كل هيدولي والمجدرة والمجدرة سكبتها وصل الرجال يلي لازم يكون مبسوط وراضي سيتي شغله الكراب والكراب بس ما بيروح الكراب لا انا زعلت الكراب ما بيروح جرجير بس تعرفي انا جات المجدره واللي بيجوا معها هلا سكب انا طبعا هو بيدوق مش انا بالاول ما بعرف شو طالع اكل قال لي بس قال له مجدره ليك شو ناجحه معي كرام مش مفسخه على الوجه ايه شايف يدوق قال لي يا بلانش هيدا جات المغلي قلت له لا هيدا مجدرة انا عملت مجدرة شاف بس حطيت كل بهارات المغلي بالمجدرة قلوا بيت كمان صاروا مجدرة على المغلي صاروا مجدرة على المغلي طلعت طيبة 2 in 1 اليان بتحبي السفر انت؟ ايه كتير يعني عطول اخباري بس بالسفر حتى هلا اخر مرة لما كنا بتايلاند انت كنتي بتايلاند عم تمثلي مزبوط عم مثل لبنان لبنان كنت يمكن الصبية البلد العربية الوحيدة مزبوط والوحيدة اللي وصلت يعني كعرب توب اي توب 20 وبعدين توب 10 مزبوط والله عليك وصلنا على الكونتوار مطرح ما بدك تودي الشنط وقفت انا هيك شو انا جايبة معي اغراض وبتعرف سفر وهيك وإذ بتقلي عندك 10 كيلو زيادة شو أنا 10 كيلو صرت يا رب بتمرن يا رب بتمرن بتنط اللي حدا بتقلي مش أنت كنت على التلفزيون بارح أنت اللي عملت قلت لهم بلا صاروا كلهم يتصوروا بتعرف بتقوم قلت أنا صرت بقلبي يلا نسيت خبر نسيت العشرة كيلو آخر شيء قالت لي دوموازيل العشرة كيلو قلت لها أنا خلص ما شفتينا على التيفي قالت لي بس لأنه لبنانية حمارك فاللبنانية عن جد لازم لا ما مرقت انا مرقت كثير من اللبنانية منيحة شاف هيدي عنا ايه رين وجباتك كيف انت يعني بتهني بتعزي على طول بتعملي هالوجبات اللي لازم بيقوموا فيها الناس ولا لا؟ مش كثير بس بحاول قد ما بقدر بجرب يعني بس مرة صاحبتي نقلت عبيت جديد وكلنا بدنا نروح يعني نبارك لها بالبيت اشتريت لها كادو كتير كبير وحطيته بالسيارة بس بدنا نروح يعني يكون مع الكادو هلا انا بكره الكياس ما بحب يكون في كتير كياس بالسيارة هيدي مجننتني فيها ما بطيق الكياس
عم تعبك يعني فيها الموضوع ايه ايه شوي عم بعاني بس من هذا الموضوع يعني الابتسامه وهول موجودين بس قصه الكيس ما مرت تحب الكيس ايه يعني خيرك كرمال هيك موضوع سخيف كنت شاريه مايو وبدي زغره قلت ما بدي اتركه بالكيس شلته حطيته بالسياره حد الكادو وسأبت كنت عم غسل السياره قلت عيب انه على الترمبه هن وعم بنطفوها يشوفوا مايو فشلت المايو حطيته بالكيس تبع الكادو قلت بعدين بشيله ونسيته نسيته يعني كليا نسيته رحت على الزياره وقاعدين عالم وفي عالم ما بعرفهم اجت سحبتي فتحت الكيس هيك طلعت هيك قالت لي بعتقد في شيء منه لقلنا بالكيس وسحبت المايو هيك شو صار بعدين بشو ما تقطع القصة انا تمنيت انه اختفي يعني في عالم ما بعرفهم وشي بيكون جوزة شيء تعبان كل النهار هيك وناطر لحتى يشوف المايو هلا هن رجال ما زعلوا ابدا بس انا عن جد انه استحيت لانه سحبت هيك المايو لا هي سحبته مش انه ضبته لا شلته هيك طريقه ما حلوه كانت فعلا انا كثير حسيت بس هي يمكن نقصت شيء على جوزها يمكن لعبتي في اعظم من هيك شيء مش معقوله المخلوقه زياد في شيء هلا يعني خارب الدنيا بالطريقه الايجابيه عم نحكي فيها من الاغاني والالحان يلي كمان عملتهم لكل الفنانين هيدي يلي هيك عم تهز اذا بدك البلد شو هي عنوانها شو الاغنيه الاغنيه اسمها خاين كلماتي والحاني توزيع عمر صباغ انتاج اهلي وحبايب قلبي ملحم وحميد كيروز اللي هن الريفرنس تبعي اللي من هلا ان الله راد لا لا انتهي من هالحياه واللي هن اصحاب بيي وبحب اقول كلمه صغيره غير هدول الكبار بعد شيء وحده بس بحب اضيف شيء بعد رساله بس بحب وصلها لكل الناس وهي مش بحاجه لهيدي الرساله ومن قلبي عم بحكيها للاسف اقول هالكلمه كفنان لبناني وكشاب مسلم شيعي من لبنان انه اللي بعد ما طلع عن سيدة بشويت بيكون غلطان كتير وهيدي بوسي وهيدي رسالتي اللي عندها ان شاء الله بتقبل منك ومن كمان الشباب وكل الحاضرين الموجودين صار في حادثة بتجمعنا مع هالعظيمة وانا شفتها بحلمي من ابن تسع سنين وتحقق انه جماعة سيدة بشويت هن اللي يكونوا عم بينهوا طريقي الفني ان شاء الله بازدهار اني شغل. اهلي وحبايبي وقال كيروز وتحيه للبقاع ولنبحه ولدير الاحمر ولكل حبايبي ان شاء الله مقبوله صلواتك ودعواتك دعواتنا منك لك بالنجاح والله يوفقك كيف ما رحت اغنيه خاين اللي عم تكون باحلى جلسه مع الرائع والمبدع حصريا المبدع الفنان زياد برجي بنسمعها سوا مع الفرقه الموسيقيه زافي كثير كبير لزياد برجي مثل الزمن غدار يا قلبه شو أغار فلو طعن فيه فلو طعن فيه من جرحي رح قلو سرقت العمر كله شو الغيرك تنسيت وقلبك قسي علي قلبك قسي علي تأخرت لتعلمت إنك عدوي صرت انك يا غالي كنت عم تلعب علي عم تلعب علي لا تقلي شو تحملت فكر شو في عملت وما تنسى اني شفت غدرك بعيني غدرك بعيني لك خاين انت والله خاين انت والله خاين انت خاين والله خاين خاين انت والله انت والله والله خاين انت والله خاين
تعبت لوحدي بيت جيت وعحالي قسيت وانت شمتت فيه انت شمتت فيه نرجع سوا ممنوع بيك في عيني دموع اتركني انا موجوع ارحمني باخطيه ارحمني باخطيه وخاين انت والله خاين انت والله خاين انت خاين والله خاين خاين انت والله خاين انت والله خاين انت خاين والله خاين مع الاجواء الرائعه كثير وضيوف فعلا مميزين ورائعين موجودين معنا الليله. شيف انطوان هيدي بتكون هيك تقعد تحتها بالصيفيه في عنب عريشه عريشه ورق عريش بتحب ورق العريش لايك اخر الدراسات ورق العريش بخلي واحد ما عنده تجاعيد شو بدك بخلي الواحد يطلع له ريش معقوله براسه براسه شيف انطوان هيدي شو قصه العريشه؟ أنا أخذت بيت بفيترون فيها عريشتين ثلاثة عرايش كانوا ثلاثة عرايش أنا ما بعرف شحل مزبوط طلعت شحلت مثل ما أنا بعرف يعني كيف تشوف الناس شحلون بس شو تاني سنة تحمل لها أربع خمس خصل يعني مش كبار تحمل مش يعني خصلة إيه خصلة صغار بعدين هونيك سنتين كمان حملت شوي أكثر كبرت عم بحكي قدام ناس قلت له انا عندي عريش مش عم بعرف شحلها مزبوط قال لي وحيات بيك وبي رحمه بي وبيك طبعا رحمه انا بس شحل لك اياها سنه بدك تشوف العنب نزل سعره بالسوق قد ما بدها تحمل اتفقنا نهار سبت انا ماني فاضي بس الجمعه نهار السبت عندي عطله فضينا حلنا نهار سبت وطلعنا واخذنا شويه باربيكيو هو شحال شوية باربيكيو مش شوية لحمة على الباربيكيو لا باربيكيو شوية باربيكيو بعدين جبنا اللحمة حطيناهن عليهم كان اللي معي شوينا تغدينا وكل شيء ورجع يقول لي خلص السنه بدك تاكل عنب مش شايفه بحياتك العنب. اجت السنه ثاني سنه طلعنا لفوق ولا حبه شفناهم بثلاث عرايش. على مليح قطب عليهم كلهم. فعلا ولا حبه يا هو ايده مالحه او هو اصلا هذا ايده مريه. ليه بدي اطلب منك تطلع على المسرح في شخصيات رح يمرقوا وراك انا رح اعطيك هيك مثل يلا قول لمح لك يعني انت صغير لنشوف الشخصيات اذا رح تعرفهم ويقلد لنا اياهم زقفه كبيره لالير راعي. دبرون صوبنا اذا بتريد اول صوره لو سمحتوا نقدر نشوفها ورانا. اول صوره هي بالليل بتشوفها بالليل يعني اوقات بالليل يمكن ما تشوفها بس انه تشوفها بالليل ايه يعني بتكون امراه او زلمه هيك لا هي امراه امراه لا سياسية او لا مش عكس الكابوس يعني شيء حلو انت بتشوف شو بتغني ايه احلام احلام حلم احلام الفنانة احلام وين الكنتاكي؟ انا ابغي فروج كنتاكي انتوا تبغوا كنتاكي؟ صوتي واحساسي يجب ان يدرس انا احلام انا احلومة وين الفروج توني؟ اعطيني الفروج ابغي كنتاكي انت ما تبغي كنتاكي؟ مين يبغي كنتاكي؟ فروج كنتاكي؟ كنتاكي؟ وين الكنتاكي؟ انا ابغي كنتاكي وين الكنتاكي؟ تعال اعطيني كنتاكي هذه اول صوره الاحلام الصوره الثانيه الصوره الثانيه تحول زميل لك تحول يعني بيعمل شخصيه امراه كمان بس امراه فاحش كتير يعني في ماريو ماريو باسيل صح زقفي لماريو ماريوكا أوه
I love this jealousy, أحلى جلسي. Oh, ladies and gentlemen, شو هالشيخ؟ هاي الصورة الثانية ماريو باسيل، الصورة الثالثة. يعني إذا أجى براسك سباحة مثلا، مي سباحة حدا رئيس لحود. رئيس لحود أنا ما أعرف سباحة. اليوم جيت على أحلى جلسة ورغيت في قدامي شي بستين تشك علي، بس سأبوا قدامي كلهم حلوين، بدي نقي شي وحده وشك على راسي بس ما افضوا راسي. ما بعد الرئيس لحود خلينا نشوف الشخصية كمان بعد. لك غريب بس انه انت بالمدرسة كيف كنت؟ بالمدرسة كنت شيطان. أنا غريب بس هو غريب. غريب في يقول لك انه استاذ حنا غريب. استاذ حنا غريب. السلسلة بدنا السلسلة، السلسلة لازم يقروها، السلسلة لازم تنزل من السماء، السلسلة لازم تطلع من الأرض، السلسلة رح نقولنا برقبتنا السلسلة وما أقروا السلسلة، السلسلة بدنا إياها من أهل جلسة. 121 بعد في صورة كمان، بعد في صورة لنشوف لمين؟ شيخ، هو شيخ. شيخ كبير او شيخ صغير. او صغير. شيخ صغير. شيخ صغير ومعروف بالسياسه يعني نايب. بثلاثه يعني ثلاثه. ايوه ثلاثه بيقولوا ثلاثه. شيخ سامي. شيخ سامي جميل. اليوم بدي اقول وبكل بساطه بدي اقول لهم من احلى جلسه انه نحن وصينا على هليكوبترات، وصينا على توكي ووكي يحطونا على هدول. وين راحوا عود التوكي ووكي؟ نحن من هون من ال بي سي، من احلى جلسه، من طالب بتوكي ووكي ياخذوهم للجيش اللبناني على هدول. حاج بقى يتصيدوا لنا الجيش. بليز بليز بليز. لا قالي هودي خلصوا. بعد في حدا يمكن في حدا ما قلدته بحياتك ابدا؟ شايف انطوان ما قلده شيء؟ كان عينك قال لك ساعة ما قطمنا عنه، ما قطمنا ولا كلمة ولا كلمة. هذا سهل. حكينا أكثر منه للشاب، حكينا أكثر منه. ولو سهل فيكم من أحلى جلسة، كنا كثير مبسوطين بهالجلسة الحلوة هيدي. هلا بعد في كم خبرية بدنا نخبركم إياها عن الكرات والجرجير، لو سهلة. يلا بغزة كثير. متابعين احنا وياكم احلى جلسه مع ضيوف اللي موجودين معنا كمان. بلانش، انت قبل كنت تقدمي لنصيب الوطني اللبناني، شو كيف كانت هالتجربه او هالخبره اللي عندك اياها؟ كانت تجربه كثير حلوه وكثير لايف، يعني بدك تعيش الحدث والربح وهيك طريقه حقيقيه. بس انا وقت انا الخبريه كانت نقلت المديريه لنصيب الوطني اللبناني على المبنى الجديد على السانتر في. وطبعا انا يعني المذيعه الانيقه وهيك ولازم نروح نبارك له لمدير اليانصيب. رحت انا وجوزي قلنا له، قلت له بناخذ بوكي ورد معنا. قال لا بناخذ شتله. يعني مين بده يحمل الشتله؟ لا نحن لازم نحمل الشتله، مش شتله بلحه، عرفت الشتله يعني تبع المترو 20. وانا كان بوقتها دارج هذا الكعب الرفيع رن المسمار وما زال. نعم وما زال. هلا رجع هيدا. بقى مشينا وصلنا دقينا الباب، فتحنا حدا مسؤول بالمديريه قال لنا تفضلوا. هلا تفضل جوزي، انا عم حاول اتفضل، فشخت اول فشخه والسلام. وين ثاني فشخه؟ نزل المسمار بقلب السجاده اللي هي فينيل تبقى مفخوطه. هلا انا عم حاول، رامي عم يمشي والمدير عم بيطل تفضلي مدام، وانا يلا واصله وتفضلي مدام. انا علقانه يعني البهدله اللئيمه. تخبيت بالشتله، نخيت، شلحت من ازرق، قبيت السكربين ومشينا هيك عند مدير اليانصيب. بقى كانت يا ارض انشق وبلعين. بتفيد الشتله اوقات. ايه بتفيد. خبيت وراها. كيف شايفة هالشكله؟ بتجنن. بلحة مثل الشمسية. بتخبي. خبت تحتها. زياد، من هيك وحي كل هالاخبار والغرام والاغاني اللي عندك احساس فيهم وعايش فيهم انت جواتك، اللحن والصوت، شو بدنا نسمع هلا؟
قال ايه؟ قال ايه؟ قال ايه؟ اوكي دافيد عن جد قال ايه؟ قال ايه؟ اوكي قال ايه؟ وزياد برجي كمان زقفة كبيرة لإله. دوب انا في هوا ويا قلبي يا ريت تنساها تنساها اللي بتطمن علي يا وحشها عيني ايه هترجع لي تاني وتاني طب وانا ايه اللي فكر ربي ازاي تهدس بي اكيد بعد البريك متابعين احنا وياكم اخر رسم من احلى جلسة بهالحلقة الرائعة خليكم معنا. نحن وياكم لاخر رسم من احلى جلسة مع الضيوف اللي موجودين معنا وحاضرين. عادة بيكون في الكواليس الأسبوع الماضي الحلقة اللي مرقت مثل مع الكواليس اللي مع الضيوف اللي موجودين معنا اللي رح نشوفها الأسبوع الجاي لأنه الكواليس عم تكون بطريقة هيك عفوية وطريقة حلوة عم نجمع فيهم قبل ما نبلش الحلقة. عم نشوف كواليس الأسبوع الماضي بهالمشاهد. حلوة يلا بس لا بجنة طالعة كتير حلوة أحلى كتير اللي بقيم مع بعض هيه هلا بركي بزفورة يلا يلا الله يعني هذا الكيس بطولة الأندية العربية للسيدات أحلى سيدات رفعوا لنا رأسنا رفعوا اسم لبنان نادي الرياضي ريبيكا هاي شادا توني بتفضلوا بطولة الأندية العربية ولا أحلى جلسة أكيد أحلى جلسة شو شعور هيك آخر شيء آخر ثواني بطولة العربية بعقد كان عن جد يعني كان أول لقب للرياضة و احنا كنا مبسوطين كثير عن جد كل الناس انا مبسوط فيكم كثير ثانك يو يعني هذا عم بحكي جد فخر انه للنادي الرياضي وللبنان نستضيفكم كمان باحلى جلسه ثانك يو كارلوس عم بيتحضر عم بيعمل ريهرسل مشان عم بيعمل الحلقه ريهرسل وغيد ليك حبيت احكي قبل ما نبلش ريهرسل اتصلوا فيي هلا ضروري يعني جايينا اوفر انا وياك عرض تمثيلي اوف ايه بدي الدور انه انا خيك الصغير كون فيه ها؟ ايه انت خيي الصغير؟ ده تحملك
بالحقيقة تمام منيح ما حس حالك منيح ايه مرتاح تمام كله شرب ماي ما بدها ماي انا معي مرتاح الوقت ما في حضر لك كم شغله حلوين الله يستر شغلك رح يخترب عمان حاضر 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 فوت هلا يلا بالحق من هون لا من هون لا من هون بتفوت بتحب الدراسة سواء انت بتطلعي على مشغره او انا المشغره طلعت ايه؟ غسان حجار على مشغره غسان حجار صديقنا المشترك صديقنا المشترك بس معلش بالاذن منك غسان بس انه في قمر واحد بس كيف بدنا نقسمها؟ لا لا ما في اثنين؟ لا هيدي ما في زل عنا قمر مشغره غسان حجار عم نتحضر لحتى نصور اول شيء اوه توني اوه اوه لوكينج هات مان جود ايه بدي اتمرن معك على الرقصه هيدي تبع هيدي الخاوي العالم فيها انت ايه اوكي ايه كيف انا شيء هيك بلحق ايه بتفكر كثير ايه شو لازم كيف لازم يكون انا لازم تكون انه هيك ثقيل هو الكاركتر ثقيل ثقيل بتقدر صعبه صعبه طيب كاركتر ثقيل شو بنحط موسيقى بلحق انا تمرين كيف يلا بنجرب ايه ريد كواليس الجمعة مع ضيوف اللي موجودين معنا بنشوفها الاسبوع الجاي بدي اشكركم المشاهدين على طول عم تشاركونا بالصور اللي بتبعتون لحتى نحط صور هيك مهضومه باخر الحلقه العنوان عم يمرق باسفل الشاشه اذا بتحبوا على طول التواصل معنا عبر شاشه ال بي سي اي او برنامج احلى جلسه او كمان حسابي على تويتر @tony_barood الصور اللي رح نشوفها الليله نحن وياكم اول شيء رح نشوف السياره كيف بتكون محضر السياره الفيتاس يلي بنحطها فكره كثير حلوه ما خطرت على بال حدا كونوا سيئين وفيكم تفتحوا المي دغري غيد فيتاس مع حنفية من فوق مش حنفيين هيدي الفكرة من بعدها بنشوف الباص يلي حطينا ستوب يعني ايه حتى تنتبه حتى ما تضرب فيه شيف انطوان واحد تاني بعدين ستوب بالنسبة للأكل يلي عطول كمان يوصلنا لويح عن الأكل نمشي كلهم سوا بمحل معين محطوط كوردو بلو هذا مش يلك شيف انطوان كوردو بلو منيح بالكوردو بلو كثير منيح الكوردو بلو بيطلع طيب بغزة بيعملوه من الكردون جوني الصورة الرابعة بعت لي اياها الي ابعاد مهضوم كثير الي ابعاد مخرج البرنامج ما تنسوا ترجعوا الساعة ساعة ورا رجعوا كب من بعدها كمان هدى ازي بعتت لي رنرون على طول بتفكر ما يستحقه الرجال حاطين تبع الشفاطات المسح ما يستحقوا الرجال هاول نار خبط لبت فيهم بتعرف لبت فيهم شاف كمان بالنسبه للستات يعرفوا ينقوا بين اثنين موجودين صوره رح نشوف من تختارين شريك حياتك حياتك مخلص او خائن هذا المخلص الخائن على الشمال وعلى اليمين المخلص بس انا بقول لك بتختار الخائن بتختار الخائن ايه لا انا عجبني المخلص ما بدي اياه لهديك عجبني المخلص انا عجبني شوير زياد صار الموضوع لك صبايا مهضومين على طول هيك بنكتوا بدرع مهضوم بعتوا لي هيدي الصبايا لك شو هي حاطين انصدمت لما عرفت انه نسبة العنوسه بلبنان 79% وخليكي يا فهيمي كل ما يلطشك شاب بتسبيله بتقولي اصلا 1000 شاب بيتمناني يسدي بوزك وتحكي له تاني مره شكرا لكم المشاهدين مع هالحلقه يلي الضيوف كل ضيف فيها عنده اهميه وله قيمته بالمجال اللي هو موجود فيه عملوا احلى جلسه اليوم كلهم سوا كانت الوصفه يلي بيحكي عنها شيف انطوان كانت وصفه جماعية. خرج احلى جلسه وبتستاهل احلى جلسه شيف انطوان شكرا لك بتعرف انه انت ضيف عزيز تمر على طول تسلم احلى جلسه كثير بنحضر حلقاتك بوسك بوسك كثير بس بدي اقول لك لازم تعرف من فريق عمل كله احلى جلسه وانه لك منا كل التقدير مثل كل الناس بيحبوك مثل ما قال لك زياد برجي بتمنى لك كل التوفيق ميرسي ميرسي لك بنحب نتلاقى بمعد على طول الله يبارك الرائع والمبدع ومن أهم من قلد ومن هالنفسية الحلوة وإنسان مؤمن وإنسان ابن بيت وإنسان يعني بيصلي هذا بدي يكون غير هالجهة اللي تعرفوا فيها يعني اللي هي الضحك أكيد والتقليد إلي الراعي ضيف رائع الله يخليك كثير بحبك وبقدرك وبتمنى أنه كل خطوة تكون لألك فيها بركة وتكون بخطة ثابتة بدي أشكرك وبدي أقول أنه عم تشتغل مع ناس كمان رائعين موهبة كبيرة جيسكار لحود ونبيل عساف وكل الشباب يلي والصبايا عم تنسق أنت وياهم أكيد في مسرحية عم تكون موجودة رائعة رجعنا طلعنا بالمسرحية كثير سلبي شو بمسرح هيلتون حبتور بسن الفيل
وراس السنة رح يكون عنا بروجرام غنائي مع المسرحية وعم نحضر لسفر على أستراليا إن الله رد. لكتير سلبي شو؟ إيه طبعا لكتير سلبي شو. أزال لكل المشاهدين أكيد يعرفوا. اليوم أنا قلت كتير بس بتصور بقي شخص أنا ما قلته على البلاتو معنا يلي هو طوني بارود شوفونا التلاتة تسعة ونص على الـ NBC مع برجي السبت الحداد والكردي وشيف أنتوان والراعي مع حلقة ويطير تسعة ونص تلاتة على الـ NBC ولي شرفنا. شكرا إلي وسلام سلام للشباب كمان لنبيل ولجيسكار أكيد لكل زملائي بكتير كلهم طبعا. كلهم فادي ودولي وحسين وجوانا وماريلو وكريستيان كلهم مواهب رائعة كتير سلمنا عليهم. إليان كبري شكرا لك بتمنى لك كل التوفيق كمان تحت الهواء كنت عم بقول لأهلك الموجودين معك ولأمك انه بتستاهلي كل خير بتمنى انه هيك باب يكون حلو مفتح لك بالجمال وبالكمان وانا انبسطت كثير اني رجعت شفتك بعد فتره طويله عن جد يعني صغير وبعدك صغير مش صغير مش كثير بعد يعني حلوه بلوش لسنين طويلة عملتي هالقيمة والإضافة بالتلفزيون ورا ضحكتك ورا ثقافتك بالتقديم من ورا طلتك على الناس فهلا انت كمان هيك عم تعطي نبض جديد على شاشه الال بي سي انا بتمنى لك كل التوفيق معكم اكيد اهلا وسهلا وعلى شاشه الال بي سي شوفكم بكره هيك بقول لهم انا شوفكم بكره رن سبتي شكرا لك مع كل اللبس اللي لبستي والشكل والعقل اللي عندك والحضور انا بنبسط انه تكوني موجوده معنا كمان بتمنى لك كل التوفيق لان تستاهلي بتكوني بالمحل اللي بتختاريه بكل نجاح وتألق. توني انت حكيت عن الخلطة السرية عن الحلقة اليوم انا بدي احكي عن الخلطة السرية لأحلى جلسة يعني بعتقد الحلقة بتطلع حلوة لانه فريق عمل كامل متكامل من اول ما نوصل بنشعر قديه بتحبوا بعض وقديه عم تشتغلوا وبعتقد استمراريتكم ما جاية من فراغ مزمين. يعني احلى جلسة جاية من وراء كل هالفريق العمل هذا فريق العمل كله شكرا لألي وكتير كان يعني حلو بس كمان. اجي لعندكم بحس حالي انه انا ببيتي مش ضيف نحن كمان هذا بيتك على طول بسطنا فيك بحضورك واللبس عش النحلي عش النحلي على طول نحن بنقول ختام احلى جلسه بس هو بدايه على طول بدايه لانه الضيوف اللي موجودين معنا هني عم بيكونوا بانطلاقه وبدايه وبهالبدايه وبالفن انه الفن بألف خير لانه في احساس وفي موسيقى وفي ثقافه وفي صوت وفي حضور وفي حب للغنى وللناس وللطرب شخص اسمه زياد برجي اخ وصديق وفنان عزيز مزيد نشوف حالنا فيه. زياد برجي شكرا لك ولحضورك الليله وعلى طول بتكون ضيف باحلى جلسه وقت اللي انت بتحب تسلم. وقت اللي انت بتريد شكرا لك مع اغانيك ومع اخبار والمواهب وكل الموجودين معنا نختم نحن وياكم ليلى احلى جلسه نتلاقى نحن وياكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده من احلى جلسه تسمعوا على خير